إذا مشاهدينا مباشرة ينضم إلينا محافظ بابل السيد عدنان فيحان. أهلا بك سيادة المحافظ. إذا الزيارة الأربعينية دخلت في ذروتها، كيف تسير هناك الخدمات والإجراءات الأمنية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وبقناة العراقية وجمهور قناة العراقية. اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى وصلت الزيارة الأربعينية في محافظة بابل إلى ذروتها، وكانت هناك خطة أمنية محكمة وخطة خدمية محكمة شاركت بها الحكومة الاتحادية فضلا عن الحكومة المحلية بكل دوائرها الخدمية. الحمد لله رب العالمين، استطعنا أنه نقدم ما يليق بمحافظة بابل وأهل محافظة بابل من الخدمات التي تليق بزوار سيد الشهداء. الحقيقة كانت الانسيابية عالية جدا، هذه السنة اختلفت عن السنوات السابقة بانسيابية المرور سواء كان للزائرين المشاية أو الزائرين بالعجلات. الحمد لله لم تشهد المحافظة اختناقات مرورية قوية، وإنما كانت هناك اختناقات بسيطة تم معالجتها عن طريق الطرق البديلة التي عملت الحكومة المحلية على توفيرها قبل الزيارة الأربعينية. طيب سيادة المحافظ، بابل تعتبر من أهم الممرات والطرق المؤدية إلى كربلاء المقدسة، يعني كيف يتم التنسيق بين مؤسسات المحافظة ومحافظتي كربلاء المقدسة والنجف الأشرف؟ مثل ما هو معروف أنه بابل تعتبر من أهم المنافذ التي من خلالها يدخل الزائرين إلى محافظة كربلاء المقدسة، حيث توجد ثلاث منافذ رئيسية. المنفذ الأول هو من شمال بابل، والتي يتوجه الزائرين محافظات بغداد والمناطق الشمالية من خلالها إلى كربلاء المقدسة، وكذلك لدينا في وسط بابل وناحية أبو غراب، وهو تقريبا تشمل جميع المحافظات الجنوبية. وهناك منفذ ثالث وهو من قضاء الكفل عن بالدخول إلى محافظة كربلاء. الحمد لله كانت هناك انسيابية عالية، كان هناك تنظيم لتوفيج الزائرين للدخول إلى كربلاء المقدسة، وأيضا نحن الآن بطور الاستعداد للتفويج العكسي الذي سيكون بعد انتهاء الزيارة والذي يبدأ من يوم غد إن شاء الله. بعض الزائرين ستكون هناك عودة كبيرة للزائرين من محافظة كربلاء، سيكون أكثر العائدين عن طريق محافظة بابل. هناك جهود استثنائية وكبيرة من قبل الحكومة المحلية بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الاتحادية لاستيعاب أعداد الزائرين العائدين من أداء مراسم الزيارة وتفويجهم إلى محافظاتهم عن طريق المنافذ الثلاثة التي يدخلون إليها من كربلاء إلى بابل. طيب بحسب تقديراتكم سيادة المحافظ، كم هي أعداد الوافدين إلى المحافظة حتى الآن؟ طبعا أعداد الزيارة لحد الآن لم يتم إحصائها بشكل رسمي، ولكن عدد الزائرين الذين دخلوا إلى محافظة بابل ومنها إلى محافظة كربلاء يشكلون ما نسبته تقريبا 70% من عدد الزائرين الذين يسلكون الطرق البرية. طبعا هذا خارج إحصائية المطارات، وإنما أنا أتكلم على العجلات وأتكلم عن الزائرين المشاية. معروف أنه بابل تحتضن ما يعادل 70% من الزائرين الذين يدخلون إلى محافظة كربلاء. إذن محافظ بابل السيد عدنان فيحان كنت معنا، شكرا جزيلا لك.